سلام من الله عليكم، أهلا وسهلا بكم في الرسالة اليومية للمؤتمر السادس من أسبوع الإمامة العلمي الدولي. يومنا السادس هذا حمل شعار الهادي والعسكري عليهما السلام تمهيد مهدوي، والذي يحتضنه اليوم قسم التربية والتعليم العالي بقاعة المركز الثقافي في المجمع التربوي. سنوافيكم بكل التفاصيل، فكونوا بالقرب. قسم التربية والتعليم العالي المجمع الثقافي التربوي، ونحن نشهد اليوم السادس على التوالي من مؤتمرات أسبوع الإمامة الدولي الأول. استمعنا خلال 5 أيام لمؤتمرات أسبوع الإمامة لبحوث قيمة أغنت الساحة الإسلامية والساحة الأدبية بتراث أهل البيت عليهم السلام، وإن شاء الله سيتم طباعتها في مجلدات لتكون متاحة للسادة الباحثين سواء الأكاديميين أو الحوزويين. تواصلنا مع الباحثين وأبدوا استعداداً كبيراً للاشتراك، واليوم تنعقد الجلسة البحثية باستضافة مجموعة من الحوزويين والأكاديميين بواقع 9 بحوث، 2 منها حوزويان والباقي بحوث أكاديمية. في إطار فعاليات اليوم السادس من أسبوع الإمامة الدولي الأول الذي تقيمه العتبة العباسية المقدسة، يقيم قسم التربية والتعليم العالي فيها وجمعية العميد العلمية والفكرية مؤتمراً علمياً بعنوان الإمامان العسكريان عليهم السلام تمهيد مهدوي، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والعلماء. لليوم السادس تستمر فعاليات أسبوع الإمامة بتقديم العطاء الثر الذي أغدق به الباحثون ببحوثهم وأفكارهم وما جادت به قرائحهم وعقولهم من علوم وأفكار أغنت هذا الأسبوع وجعلته أسبوعاً متميزاً بكل ما تعني كلمة التميز. بحوث التي تخص سيرة أهل البيت عليهم السلام جانبان، جانب فكري محض، يعني بيان سيرتهم وأفكارهم وأخلاقهم وخصائصهم ومقامهم في الإسلام، هذا أمر ينفع لكل زمان ومكان، على المؤمنين أن يعرفوا أئمتهم ويتعرفوا عليهم. الآن دور المتكلم أدى دوره، يبين الأخلاق الصحيحة والسلوكيات الصحيحة، بقي الأمر على الجانب الآخر اللي هو المتلقي أو المستمع. على العموم لا شك في كل مجتمع يوجد فيها تستمع القول ويتبعون أحسنه، هؤلاء سيستفيدون لا شك من هذا النشاط. أسبوع الإمامة الدولي الأول هو الأول من نوعه، على اعتبار هو عنوان رئيسي يضم مجموعة من العنوانات الفرعية، جميعها تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام وأحقيتهم في الإمامة وأحقيتهم في الولاية بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قدمت 3 بحوث في أسبوع الإمامة. اليوم بحثي عن الإمام العسكري عليه السلام، تأويل الرسالة التي أرسلها إلى النيسابوري. أشكر الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على إتاحة الفرصة للباحثين والأكاديميين في إبداء بحوثهم بفكر أهل البيت عليه السلام. عنوان بحثي في هذا المؤتمر لمحات من
وصايا الإمامين العسكريين عليهم السلام وقيمها التربوية. شرفني أن أكون ضمن المشاركين في مؤتمر أسبوع الإمامة المتميز من نوعه الذي أقامته العتبة العباسية المقدسة، وبفضل جهود الكادر الطيب المتميزين الخير الذي أقامه وبذل كل هذه الجهود من أجل تلاقح هذه الأفكار ومن حيث الرؤى وجميع هذه الطروحات الراقية التي بحق الأئمة جميعاً عليهم السلام. بحثي كان بعنوان مركزية الخطاب عند الإمامين العسكريين عليهم السلام. المؤتمر الذي هو أسبوع الإمامة، نحن اليوم في يومه السادس الذي يتناول دور الإمام الهادي عليه السلام والإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. وكان بحثي في هذا اليوم تناول شيئاً من حياة الإمام علي الهادي، وذلك في محاور ثلاثة. المحور الأول، مواجهة الإمام الهادي عليه السلام، الانحراف. المحور الثاني الذي تناولته في بحثي أيضاً، قضية الإمام الهادي مع الإمام المهدي. المحور الثالث، الإمام الهادي في التاريخ. الجلسة الصباحية البحثية ها قد انتهت، والجلسة المسائية الخاصة بإعلان الفائزين بالمسابقات الثقافية والفنية ستبدأ بعد ساعات، سنوافيكم بتفاصيلها فكونوا بالقرب. في هذا اليوم المبارك وهو اليوم السادس ضمن أسبوع الإمامة في هذا المؤتمر المبارك، نشهد حفل تتويج الأدباء والفنانين ممن حازت مشاركاتهم على استحسان اللجان التحكيمية، فنالوا تقريبا المراكز الأولى المتقدمة. هذه المشاركات كانت في حدود 6 مسابقات إلى 7 مسابقات. عدد المشاركين في هذه المسابقات جميعاً تقريباً وصل إلى 408 مشاركاً، طبعاً من كلا الجنسين، من العراق وأيضاً من 6 دول أخرى وهي ماليزيا وأيضاً أندونيسيا وإيران ومصر والمغرب والسعودية والبحرين ولبنان وأيضا من سوريا. كانت هذه المسابقات بصورة أو بأخرى مخصصة لأيام أسبوع الإمامة التي توزعت على الأئمة 12 سلام الله عليهم جميعا. أنا أحد المتأهلين إلى من مسابقة الشعر التي أقامها هذا المؤتمر، وهي تجربة جميلة أعتز فيها كثيرا وأشعر بالفخر والشرف أن يكون هذا الاختيار من قبل سيدي ومولاي أبي الفضل العباس، وهو جميل كبير لا أستطيع أن أوفي قليلا منه. القصيدة بعنوان ترابي معتق بالضوء، وهي إلى سيدي ومولاي الإمام السجاد عليه السلام. مشاعر مليئة بالفرح مسرات، وأهم شيء الفخر أنه أنا أفتخر بروحي أنه الحمد لله يعني قدرت أفوز برحاب أبو الفضل العباس، الحمد لله. وشكرا. الحمد لله قدرت أحصل من الفنانين الفائزين ضمن المعرض، قدمت لوحة عن سيد الشهداء عليه السلام أثناء المسرح في ظهيرتهم العاشر،
كان الشعور كلش حلو. قدم بجزيل الشكر للعتبة العباسية لإقامتها مثل هكذا كرنفالات فيها خدمة الكثير من الشباب، وكونها أيضا أنها فريدة من نوعها في العتبة العباسية. كان لي شرف الفوز في هذه المسابقة في مهرجان الإمامة الدولي. فيني فخر أنه تتواجد لوحتي بين الحرمين الشرفين، ويعني تبركت أناملي برسم الإمام الحسن والحسين عليهم السلام، والحمد لله يعني من فزت أنا يعني بقمة السعادة والفرح إنه أفوز بهيك مناسبة عظيمة. العتبة العباسية يعني لا يسعنا إلا أن نشكر هذه الجهود المباركة. صراحة نحن كنا نتحدث مع الأخوة الشعراء، نجد هناك اهتمام بالجانب الأدبي، وهو الحقيقة ضعف في الآونة الأخيرة. هي الآن تحاول بهذه المسابقات، مسابقة الجود ومسابقة مراقي المجتبى، والآن أسبوع من هذه الفعاليات الأدبية، فهذه الجهود الخيرة إن شاء الله نحتسبها عند المولى أبي الفضل العباس. أول مسابقة للمقالة في العتبة العباسية، وهي مسابقة كبيرة جداً وشارك فيها أكثر من مقال. مقالي هو الإمام الصادق عليه السلام مؤسساً بلاغياً. أشكر العتبة العباسية على هذه المسابقات التي فتحت أبواباً جديدة في يعني في التراث العربي بشكل عام والبلاغي بشكل خاص. وهذه تشجيع للفئة الفنية المتمكنة بأن هناك من يراعيهم، هناك من يستشعرهم بأنهم لهم مواهب قيمة ويستحقون التقدير، خاصة عندما يتشرفون إلى بقعة مطهرة، إلى مدينة مقدسة، إلى جوار أبي عبد الله الحسين أبي الفضل العباس. كأديب وأنتمي إلى اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وجدت من المناسب أن أشير إلى أن العتبة العباسية المقدسة قد ساهمت في تأصيل الثقافة العراقية من خلال إقامة العديد من المسابقات فيما يتعلق بالمقال والقصة القصيرة والبحوث إلى غير ذلك أو ما شابه ذلك من هذه الأجناس الأدبية. يوم سادس كان حافلاً بالبحث والفوز بالجوائز، ويوم سابع يطل علينا بفجر جديد ورسالة يومية جديدة ليوم غد. فحتى ذلك الحين نستودعكم بأمان الله وحفظه.